اختتم برنامج مجلس السفراء الرمضاني الذي تنظمه أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بنسختها الرابعة وشاركت سعادة السيدة ريثري ويجرتون ميدس سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين في الجلسة الخامسة وقد أدارت الجلسة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية معربة عن شكرها وتقديرها الكبير لسعاده السفيره على مشاركتها في البرنامج وطرحها لمختلف المعلومات الغنيه من جانبها اعربت سعاده سفيره جمهوريه سريلانكا الديمقراطيه الاشتراكيه لدى مملكه البحرين عن عميق امتنانها وشكرها لاكاديميه محمد بن مبارك ال خليفه للدراسات الدبلوماسيه لتنظيم هذا البرنامج الناجح واتاحه الفرصه للمشاركه فيه مشيره الى عمق العلاقات التاريخيه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه سريلانكا والتي تشهد تطورا ونموا في شتى المجالات وفي ختام الجلسه اعربت مدير عام اكاديميه محمد بن مبارك الخليفه للدراسات الدبلوماسيه عن جزيل شكرها وتقديرها الى سعاده وزير الخارجيه وذلك بمناسبه نجاح النسخه الرابعه من برنامج مجلس السفراء الرمضاني متطلعه لطرح النسخه الخامسه من منصه التبادل الثقافي الدوليه وذلك في شهر رمضان المبارك من العام المقبل باستضافه اصحاب السعاده السفراء المعتمدين لدى مملكه البحرين